حقيقة من أجل العبادات اللي ركن من أركان الإسلام الزكاة، لذلك اسمها زكاة. لماذا؟ لأنها تزكيك، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. كنت أتكلم أمس عن رؤيا حكيم، مدري هل تابعت البرنامج أو كذا، لما رأيت الرؤيا له كان بودي لكنه لم يحصل أني تصدقت. إذا رأيت رؤيا ما تعجبك فتصدق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الصدقة تقي صاحبها مصارع السوء والآفات والهلكات. فلما تتقدم لمثل هذا الوقف المبارك، أسأل الله يجعله مبارك، ترى المال اللي هبته فيه هذا وهو مثلا 100 ريال ترى لك ما وقف، المئة هذه لك وقف إلى يوم القيامة بإذن الله، المبلغ اللي حطيته، لأنه يستثمر في إصلاح أبناء المسلمين. ما شاء الله شفتوا في وقف كيف كانوا يهتمون في فائدة حبذا إنها تكون فكرة في كل مكان، وهو مكتبة، مكتبة اللي يحفظ أفكار الشباب، تحفظ أفكارهم من الأفكار الضالة، مكتبة مشرفة عليها وزارة الشؤون الإسلامية. فالشاهد الصدقة يعني كم نغضب الله، ليش ما نفرحه؟ في حديث مسلم يقول عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا، يقسم عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة عبده. فتب من البخل، تب، البخل يبغى له توبة لأنه خسة، والنبي تعوذ بالله منه عليه الصلاة والسلام، ولا يتعوذ إلا من خسة. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل. فلا تبخل، يعني بعض الخلق مثلا يقول أنا مثلا من ذيك المنطقة، وش علينا من فقراء حائل. لا، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل إيش؟ الجسد. الجسد لا ترى مجال للخير إلا تكون سابق من تمسبوك، أسبق له وقل له لبيتك. يعني الآن حنا بدينا بنبدأ في الاختبارات، الفسحة خلها وقف صدقة، هم يطلعون 8 ويجون، يطلعون 7 ويجون 8 ساعتين. قلت تدرون يا شباب حتى أن الله يحفظكم، ولا بدون تقوله، لأنها ما يجوز التلفظ بدعة، التلفظ في العبادات ما لم يحدد الشرع. فأنت أوقفها وقول أفطروا في البيت، وأوقفها عن أولادك. ذا الفسحة لو أوقفناها فسحة أبنائنا غلق الوقف بكرة من فسحة يوم. أسأل الله يا من ينفق، أسأل الله أن الله يرفع قدره وأهنيه، أن الله وفقه، والله إنه توفيق من الله، توفيق إن الله يوفقك أنك تبذل له مما رزقناكم، ما هو من فضلنا، إنه مما رزقناكم، وأنفقوا مما رزقناكم، الله يرزقنا وإياكم النية الطيبة والإنفاق. آمين. الله يسعدك حسان، يرفع قدرك بيض وجهك. تخيل لو أن النفقة أو التصدق في الوقف، لو قيل أنه لا يتصدق إلا الأغنياء، يعني اللي عنده مليون وفوق، يعني من النعمة، من النعمة أن الباب مفتوح للجميع. يعني تتصدق بريال، صحيح، وراعي الغنى يتصدق ب ولي ساعة من ساعته. فالأمر الحمد لله هذا من نعم الله. إن ولا أنسى تلك المرأة التي ساهمت في مسجد بيقولون الظاهر أنها لكة، لا محفرة، 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 نعم. فكانت تسابق صاحب الوقف، رآها أكثر مرة تسابقها على الجنة، تريد أن تدخل قبله. فالأمر يا أخوان مفتوح لله الحمد للجميع، يعني هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذا من الإيمان، ومن إذا أردت أن تدخل في هذه الثلة المباركة وتتصف بصفتها، صفة المتقين، ساهم، اجعل لك مساهمة، اجعل لك يعني برهان. الله جل وعلا غني عن نفقاتنا وصدقاتنا، لكن يريد أن يفتح الله عليك ويخلف عليك. وما من يوم إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفه. أسأل الله يخلف عليك من أبنى. النبي حذر التجار تحذير ما هو بسيط، قال عليه الصلاة والسلام التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. فمنهم الحمد لله من اتقى وبر وصدق. ولا كيف وصلت الآن إلى الملايين من الناس فقراء زي ما قلت؟ إذا فيه هو جزاهم الله خير، بس ما هم بيجون يقولوا حنا حطينا، هم يحطون، الله يجزاهم خير ويخلف عليهم. لكن شوف هذا الحديث الخاص بهم، التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. فمن وصلك تاجر إلا الله؟ من هو إلا فضل الله عز وجل عليك؟ فهب من فضل الله لله، ما يسب من فضلك شيء، هم من فضل الله لله، فيجعل الله لك بركة فيما عندك.
واحد من الاخوان يتكلم عن احد التجار، قال يا اخي ما توفي رحمه الله، قال ما كان جيد مع الله عز وجل. قلت له يا اخي الله يسعدك، لربما يكون للمرء خبيئه بينه وبين الله عز وجل، لا انا ولا انت ولا الثاني ولا الثالث داري عنها، فلا تصدر حكمك. فوالله الذي لا اله الا هو ربما تجي يوم القيامه وتجد له منزله عاليه بسبب عمل ما حد يدري عنه الا هو رب العالمين فقط، بينه وبين رب العالمين. فلا تحكم على احد ولا تحكم على، يعني بعض الناس ممكن ياخذ الحديث انه إيه هذا فاجر، هذا التاجر فاجر وذا فاجر وذا ايه، يعني والله لا نستطيع ان نحكم على احد ابدا، لا يجوز اي ولا يجوز ولا ينبغي حتى، ولا نحكم على احد بجنه او نار، هذا كله عند الله عز وجل لا نستطيع الحكم فيه. فاسال الله ان يسعد الجميع وان يبارك الجميع. استثنى ايوه الحديث استثنى عليه الصلاه والسلام، التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا أداة استثناء، أيوة إلا من اتقى يا سلام وبر وصدق، وصدقت العلانية. يعني الآن لما يجينا تاجر ويعلن تجار مثلا هو بيها مليون في الوقف، قال هبت 500، خل 500 علانية و500 سر علشان تسن سنة حسنة للناس، وبذلك يدعون لك الناس بالبركة. يعني أنا مشتاق للتدفق، وين وصل وقفنا؟ حلو. أم عودة الله يسعدها تبرعت بمبلغ، ومعودة يعني تبرعها صاير متكرر الله يسعدها، الله يتقبل، الله يتقبل منها ومنها يا ربي يا الله. أم عبد الرحمن كل يوم تتبرع، أسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يحقق أمانيها وأن يجعلها رفعة لها في الدنيا والآخرة. كل من تبرع كل من أعطى أسأل الله عز وجل أن يبارك له في دنياه وفي آخرته، وأن لا يحرمها الأجر وأن لا يحرمنا الأجر. ودنا مروان ودنا نشوف التدفق وش وصل، يلا تعطينا. لخير الأنام رنا لجنات خلد لدار الهنا، رعى الله من لليتيم سعى ببذل الندى كي يريح العنا، هنيئا له صحبة المصطفى وأجدر به من ينال المنى. إنك من الضحكات في ليلة العيد أجمل حكاية. ما شاء الله تبارك الله، 12 مليون و 76 ألف و 240 تقريبا، يعني وصلنا 48%. ما شاء الله ما شاء الله. ونريد بأمر الله عز وجل أن نتمم هذا الوقف، ما نبغى يعني دائما الوقف في فترة يكون يعني شراكة القناة مع هالجمعيات وكذا ثم تنتهي، لا نريد أن تنتهي هذه الشراكة إلا والمبلغ قد اكتمل، ونكون جميعا قد نلنا الأجر من الله عز وجل. أسأل الله لا يحرمنا الأجر، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه. ترى يا جماعة الخير إذا ما بخالصة لوجه الله عز وجل ترى هباء منثورة ضايعة، لا بد أن نحتسب الأجر عند الله عز وجل في هذا الوقف وفي هذا العطاء، على الله عز وجل أن يجعله بركة لنا في الدنيا وفي الآخرة. يعني عشان نصل 50% باقي يعني 423 ألف ماشي و760 ريال، اعتقد انها سهله باذن الله. الى بكره باذن الله تعالى نعلن ان 50% قد اكتملت، واسال الله عز وجل ان يسمح هذا الامر ويسهله وان يبارك لنا جميعا. عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح يعلي البناء.